يشكو مستشفى الشهيد عوض أحمد عوض بمديرية مودية في محافظة أبين من الإهمال وقلة الفريق الطبي مع تزايد الحالات المرضية الوافدة إلى المستشفى خصوصا فئة الأطفال. مع الأسف طبعا منظمة الصحة العالمية من شهر أبريل عام 2020 توقف صرف حوافز الأطباء ومن مادة لتوقفهم، وسبب لنا مشكلة كبيرة في الكادر الطبي. نحن بحاجة إلى كادر طبي، نوجه نداء إلى المختصين وإلى الجهات المعنية خصوصا في المديرية التي لديها إمكانيات بدعم أطباء، توفير رواتب الأطباء حتى يتم الاهتمام بالمنطقة. يقع مستشفى عوض على الخط الرابط بين محافظتي عدن وحضرموت، ويستقبل المرضى والمصابين من مديرية مودية والمديريات المجاورة، إضافة إلى إجراء بعض العمليات الصغرى بحسب الإمكانيات المتوفرة. نعمل عمليات جراحية، نحن نستقبل عدد من الأطفال يوميا، يعني حوالي من 20 إلى 30 طفل منتشر فيهم حالات الإسهالات والحميات. الآن نواجهها أطباء الأطفال، عندي 2 أطباء أطفال يشكو من زحمة الأطفال بشكل كبير. إدارة المستشفى تشكو أيضا من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عقب تعطل المولدات الخاصة بالمستشفى وقلة تموينها بمادة الديزل من الجهات المختصة، مما أثر على الخدمات اليومية المقدمة للمرضى. عندنا مشكلة في مواطير بحاجة إلى طبعا مشكلة الكهرباء، أنها ما تشتغل في المستشفى في المديرية بشكل عام. وفي ظل هذا الوضع المتردي، تأمل إدارة المستشفى من الجهات المعنية ممثلة بوزارة الصحة والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لدعم المستشفى ورفده بالكوادر الطبية، خصوصا في الفترة الحالية التي تشهد تزايدا في انتشار الأوبئة والأمراض.